تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انطلقت اليوم في العاصمة الروسية موسكو أعمال مؤتمر لأنكوساي بنسخته 23، وتشارك دولة الكويت بوفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة رئيس الديوان بالإنابة عادل السرعاوي ومدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الديوان فوزية العنزي وكبير المدققين بإدارة الرقابة على الشركات خالد الشهاب وغيره من الأعضاء. أدعم ليس فقط توجه رئاسة المفتشية العامة نحو تبيان وتسجيل القضايا الناشئة، بل ونحو تكميل الرقابة المالية بالتحليل الشامل للمشاريع القومية والبرامج الاستثمارية وتقييم مدى استجابة محتواها الملموس والإجراءات العملية لتحديات العصر الراهن التي تواجه ليس روسيا وحدها بل والعالم أجمع. وتتولى روسيا في هذا العام رئاسة منظمة الأنكوساي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في المؤتمر أكثر من 600 مسؤول وخبير من كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يكتسب هذا المؤتمر أهمية كبيرة بالنسبة لجهة الرقابة العليا لما يثمن من موضوعات تتنعكس بشكل مباشر على العمل اليومي لعمليات التدقيق. عند الحديث عن اجتماع الأنكوساي هو حديث بالدرجة الأولى عن المعايير ستصدر عن هذا الاجتماع والأدلة التي ستصدر عن هذا الاجتماع. هناك مجموعة من الأدلة لعل أبرزها ما يتعلق في مؤشرات الأداء الوطني، فيما يتعلق في المشتريات العامة، فيما يتعلق في الرقابة المالية، وفيما يتعلق في رقابة الأداء، وفيما يتعلق في المشتريات العامة الحكومية. كل هذه الأدلة ستكون لها انعكاس مباشر على الأداء اليومي لعمليات التدقيق، وبالتالي سيكون لها انعكاس أيضا مباشر على عمليات مكافحة الفساد. الحقيقة شارك وفد ديوان المحاسبة ضمن اجتماعات مشتركة ما بين المجموعة العربية الأروبوساي والمجموعة الأفريقية الأفروساي، وحقيقة تناول هذا الاجتماع سبل التعاون المشترك ومذكرة تفاهم الموقعة سابقا، وسبل تعزيز هذه المذكرة التفاهم والمواضيع التي تهم الطرفين.